إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 مرات إحداها بالتراب كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قاس بعض الفقهاء على الكلب الخنزير، لكن هذا القياس غير صحيح، لأن الخنزير تحدث الله عنه في القرآن وهو معروف، ومع ذلك لم يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب. وكل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحكم فيه بشيء فإنه لا يصح أن يحكم فيه بشيء يخالف ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالخنزير كغيره من نجاسته كغيره من النجاسات، إذا ولغ في الإناء ما نغسل 7 مرات.